تدير علاقاتها الخارجية إقليمياً ودولياً بثوابت راسخة ومستقرة قائمة على الاحترام المتبادل والجنوح للسلام وإعلاء قواعد القانون الدولي. كما أن مصر أيضاً قد أصبحت تمتلك من الأدوات السياسية والقوة العسكرية والاقتصادية ما يعزز من إنفاذ إرادتنا وحماية مقدراتنا. وأقول لكم بصدق وأؤكد لكم بالحق إن المساس بأمن مصر القومي خط أحمر. إن المساس بأمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن شاء من شاء وأبى من أبى. إن ممارسة الحكمة والجنوح للسلام لا يعني بأي شكل من الأشكال السماح بالمساس بمقدرات هذا الوطن، والذي لن نسمح لأي ما كان يقترب منه. ولدينا في سبيل الحفاظ عليه خيارات متعددة نقررها طبقاً للموقف وطبقاً للظروف. حدث مهيب وكلام عظيم وقوي من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل للمصريين، رسائل للخارج، لكن عن المصريين تحديدا سواء اللي استقبلوا كلام الرئيس جوه الاستاد او اللي كانوا قاعدين قدام شاشات التلفزيون بيتابعوا كلمه الرئيس. صحيح الحدث واليوم كان في تفاصيل كثيره، اعلان المشروع القومي لتنميه الريف المصري والتوقيت كمان لازم نقف قدامه، تدشين الجمهوريه الجديده، الكلام عن ازمه السد. الناس اطمنت لما سمعت من رئيسهم، لما سمعوا من قائد الدولة المصرية احنا شغالين ازاي، انه لا داعي للقلق، نقف قدام نفسنا، نشوف بلدنا، قدراتنا، مفهوم القوة الشاملة للدولة المصرية. كلام في منتهى العظمة الحقيقة، وتحس بالفخر وتحس انك معتز بمصريتك ومعتز ببلدك ومعتز بأجهزة بلدك ومعتز برئيسك الحقيقة. فالكلام ده هنتوقف امامه وهنرصد رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي وازاي تعاطى معها المصريين وازاي تعاطى معها كمان الاعلام الغربي ومراكز صنع القرار. النهارده مع حضراتكم في الحياه اليوم برحب بسياده العميد خالد عكاشه مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. اهلا وسهلا بحضرتك سياده العميد. والكاتب الصحفي الكبير استاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريده الشروق وعضو مجلس الشيوخ. اهلا يا سياده النائب. اهلا بك. بس الاول الصحفي انا عايز اكلمه. اتفضل. لانه بالتاكيد عين الصحفي وهي بتراقب هذا الحدث وانت كنت جزء منه وحاضر، بيبقى فيه عناوين او منشاه كده ممكن تكتبه او تتوقف وتحس ان هو ده ملخص لهذا الحدث، شفته ازاي؟ اليوم كله على بعضه كان ممتاز، ولانه شفته وعشته بيبقى صعب حتى مهما شفتيه في التلفزيون الحضور نفسه. يعني مش حتى ماتشات الكوره، انا شفت ماتشات كوره كتير والانفعال والاهلي والزمالك. أيوة. خصوصا لما الزمالك بيفوز. لكن اليوم ده كان الناس اول حاجه الاستاد فيه تقريبا نصه كمان المدرجات فاضي ونصه معمول بطريقه مسرح مرتب ترتيب جيد جدا من كل المحافظات، وكل الناس قاعده في مكانها طبيعي، وفي منصه في النص اللي فيها السيد الرئيس والوزراء والنواب والشخصيات. أيوة. العامه. حتى توزيع الاعلام والشكل العام كان معمول بشكل فني حقيقي واخراج يعني اقرب الى العالميه، وطريقة إعداد الفقرات نفسها ادت في الآخر. يعني أنت بتعمل مسرح عشان تدي رسالة. أيوة. الشكل تكامل مع المضمون وأنتك في النهاية أنه مجموعة من الرسائل المهمة. يعني أول حاجة أن أنت تاني مرة أو ثالث مرة في فترة قليلة جدا بتنجحي في تقديم حاجة زي مثلا نقل الموميات مع الفارق بين الحدثين. بس أنت قدرت تعملي احتفال مهيب هو عن مشروع حياة كريم، لكن الامر تجاوز حياه كريمه الى قضايا كتيره جدا. يعني الدكتور مصطفى مدبولي لو لاحظنا هو تحدث بكثره وبالتفصيل في
في الجزء الاول عن موضوع حياه كريمه بكل تفاصيلها. الرئيس تحدث بعجاله لانه كان تحدث اكثر من مره قبل كده. صحيح. لكن الناس كلها لو خدنا بالنا الرئيس بعد ما خلص كلمته المكتوبه الرسميه قال انا عايز اكلمكم في قضيه مهمه، فالناس فهمت اوتوماتيك ان هو بيقصد ايه. فانا شفت ناس كتيره وقفت صحيح حتى في الكلمه المكتوبه اول لما قال ملف العلاقات المصريه الخارجيه ازاي بتدار. تمام. فالناس استشعرت ان احنا هنروح على المنطقه بس دي. كان مكتوب بطريقه هاديه هنا في الجزء الرسمي غير بقى لكن الجزء المرتجل والرئيس يعني يحب الارتجال وهذه كمان المره الكلام حتى وهو يرتجل كان محسوبا بدقه، كانت راحه كل كلمه معروفه راحه فين، بيوازن ما بين تهدئه خواطر وروع وقلق المصريين ورغبة مصر الدائمة في السلام والتنمية، والرسالة الأهم وهي أنه حق مصر، مصر تفرط في حقها. أيوة. ودي الرسالة الجوهرية، الرسالة لأنه قبل الخطاب الناس كلها أو غالبية المصريين عندهم إحساس بالقلق، والرئيس نفسه وصفه أنه قلق مشروع. لأنه هذه حياة الناس ومستقبلهم أهم قضية، يعني ممكن أنا تقديري أنها أهم قضية في تاريخ مصر الحديث، ربما اهم من الاحتلال الاسرائيلي لسيناء، لانه الاحتلال في النهايه الاسرائيليين مش ياخدوا سيناء ويمشوا، سيناء ارض موجوده مع اهميه هذه القضيه طبعا مفهوم. واهميه ما فعلناها لتحرير الارض، لكن الميه هي متعلقه بحياتك اليوميه فبالتالي القلق مشروع والرئيس وصفه. لكن الختام يا اخوانا لا ينبغي لدوله كبيره، مصر دوله كبيره، ولا ينبغي ان تخلق. الحاله العامه الناس اللي سمعت الخطاب كويس جدا وركزت فيه اللي كان داخل وعنده قلق، هذا القلق هدي والناس اطمأنت لحد كبير، لانه رئيس الجمهوريه بيقول لهم انا مش يعني وجودي، وحتى حط نفسه والجيش بيقول لهم مش هنقبل بده، مش هنقبل ان احنا نكون موجودين ويحصل ده. فدي اكبر ضمانه ان رئيس الجمهوريه بيقدم ضمانه تتعلق بشخصه وبمنصبه وبالقوات المسلحه فاظن انه يعني كما على الاقل الناس اللي كانوا موجودين حواليا والناس اللي شفتهم والبسطاء اللي هم واحنا طالعين من الاستاد كانت في حاله راحه كبيره جدا. نتمنى انها تترجم عمليا ونقترب من الوصول، انه تكون كمان الرساله وهذه نقطه مهمه جدا وصلت لمن يهمه الامر في اديس ابابا. هنتكلم بالتفصيل عن ده بشكل عام، لكن العنوان للحدث ده العنوان العام الرئيس ينزع عوامل القلق من المصريين. كان في لكن في حاجات تانية كتير، يعني دي القضيه المحوريه، بس هو مش كلامه للمصريين بس، لا الكلام في ما انا بقول لحضرتك في رساله للمصريين ما تقلقوش، ايوه في رساله للاثيوبيين خط احمر مش هنسيب حقنا. ما هو الرئيس كان اتكلم في وقال قبل كده في قناه السويس ولما افتتح مجمع الاصدارات المؤمنه بعدها بحوالي 10 ايام، والرساله واحده، مصر لن تترك حقها. صحيح. طيب هرجع لحضرتك مره ثانيه يا استاذ عماد. سيادة العميد، يعني حضرتك شرفتنا طبعا على مدار الفترة اللي فاتت، وكنا دايما بنستعين بحضرتك نشوف الأزمة رايحة فين، احنا بنعمل ايه، ايه الانطباع المبدئي اللي خرجت بيه من الحدث ومن كلمة الرئيس اول امبارح؟ الانطباع المبدئي والشامل ان الدولة المصرية دولة كبيرة، دولة واثقة من نفسها، عندها درجة ثقة عالية جدا، بتكلم الداخل وبتكلم الخارج، بترتب البيت الداخلي، بترتب الخواطر، بترتب مساحات القلق كما أشار الأستاذ عماد من دقايق، مساحات قلق مشروع بس تحتاج إلى ترتيب وإلى وضعها في وضعها الصحيح. وضعها الصحيح ظهر في المؤتمر بحالة تأييد غير مسبوقة. مصر كلها كانت ممثلة في استاد القاهرة. صحيح. أعتقد كل الأطراف الخارجية شافت حجم التضامن والارتباط الشعب المصري جوه الاستاد وهتافاته وكلامه مع الرئيس ازاي؟ مع القيادة السياسية، مع قيادته، مع رئيسه، في خيوط غير مرئية من الثقة ومن الود المتبادل ما بين القيادة السياسية وما بين الشعب، في شفرة سرية الرئيس يجدها وبيصل بيها من أقصر طريق إلى نفوس المصريين وإلى عقولهم، شايفهم وشايفهم ما بيفكروا في إيه، وشاعر بمشاعرهم بشكل كبير جدا، ولذلك بدأ حديثه بالقلق بأن مصر دولة كبيرة لا يحق ليها أن هي تقلق النهاردة لأنها أنجزت كتير واقفة على أرض ثابتة. الدولة اللي واثقة من نفسها والقيادة السياسية اللي واثقة من نفسها واللي قدامها خيارات كتير ألقت بالكرة في ملعب الطرف الآخر كي يختار هو أي وجه يريد أن يتعامل
مع الدولة المصرية، يريد أن يتعامل مع السلام والتضامن والشراكة والتحالفات والنمو المشترك والتطوير والتنمية، موجود وحاضر، وكان والرئيس مد ايده بده، قال لك ادعو الاثيوبيين والسودانيين نتوصل لاتفاق بالظبط. وده برضو من الاقوال والمواقف المكرره اللي مصر، بس دي كانت نهايه الكلام، يعني اللي هو احنا خط احمر وامن قومي وكذا وكل بالزبط. البدائل وقوتنا وكذا، بس عايزين اتفاق بالظبط. ده خيار وخيارات اخرى متعدده ومتنوعه السيد الرئيس قال البعض منها اقدر اتحدث عنه واتكلم عنه بشكل كبير جدا امام الراي العام الداخلي والعالمي اللي كان بيتابع، والجزء الاخر قال انا حتى دي مش هقدر اتحدث فيه. وده يعني حتى درجه الشفافيه ودرجه الاتصال ما بينه وما بين الراي العام المصري يصل الى مرحله ان هو بيقول له انا هقول لك الجزء المسموح بيا واللي يليق ان انا اقوله كقائد للدوله المصريه ورئيس للدوله المصريه. فانا شفت حجم ومساحه ثقه هائله مرتكزة الحقيقة على رصيد حقيقي، مرتكزة على دولة كلها بتشتغل. ما ننساش ان احنا كنا قبلها نص ساعة او ساعة كاملة بنتفرج حجم العمل اللي بيدور في الدولة المصرية بكامل محافظاتها وكامل قراها ونجوعها وغيره. يعني احنا شايفين ماكينة عملاقة وهائلة مش بتبدأ مشروع، لا احنا بنتحدث واحنا في منتصف المشروع، عندنا كم من الانجازات تم الانتهاء منه، مفيش مشروع الا لما عدى 50% او على الاقل التلت منه. يعني احنا جوه آلة العمل اللي شغالة، مش بنتحدث عن مستقبل، لا بنتحدث عن حاضر، بل وعن اشياء تحققت بالفعل ونقلت مصر نقلة متقدمة جدا لقدام. اكتر ما شفته ان انا قدام رجل دولة يهم مكان دولته، يهم مكان دولته قدام المجتمع الدولي، ليس أسيرا للهتافات ولا للتسخين، لعوامل التسخين والإثارة والشعبوية، اللي هو الموضوع مش كلام زي ما الرئيس الموضوع مش كده على الإطلاق. موضوع مصر لديها كتير جدا ولديها خطط متعددة، دي أحد المشكلات الكبيرة والوجودية والممثلة في خط أحمر والتي لن يقبل لا القائد ولا الجيش ولا الشعب المساس بيها. لكن كل ده وهي قضية واحدة من جملة قضايا وتحديات محل اهتمام الدولة المصرية. طيب خلينا نسمع مع حضراتكم مرة تانية كلمة الرئيس لما اتكلم عن قوة الدولة المصرية وان مصر دولة كبيرة ولا يليق بينا ان احنا نقلق، يعني برضو رسالة طمأنينة والتعامل مع هذا القلق، لما اتكلم كمان على انه يعني قال لا انا ولا الجيش هنقبل بكده او مش هنكون موجودين لو حصل حاجه لبلدنا. خلونا نتابع مع حضرتكم ونسمع كلمه الرئيس في الجزئيه دي. لا يليق بنا، لا يليق بنا ان نقلق ابدا. ان مصر قد اصبحت تمتلك من الادوات السياسيه والقوه العسكريه والاقتصاديه ما يعزز من إنفاذ إرادتنا وحماية مقدراتنا. إن المساس بأمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن اجتيازه، شاء من شاء وأبى من أبى. قبل ما يحصل أي حاجة لمصر يبقى لازم أنا والجيش نروح عشان حاجة تحصل. إن ممارسة الحكمة والجنوح للسلام لا يعني بأي شكل من الأشكال السماح بالمساس بمقدرات هذا الوطن، لا مساس بالمية الخاصة بمصر. نقول للآخرين انتوا تعيشوا واحنا هنعيش، تعالوا نعمل اتفاق قانوني ملزم يحقق لنا الخير جميعا، لنا ولكم. كلمة أنا بقولها لكل من يهمه الاستقرار والسلام والتنمية، ومصر دولة
كبيرة، مصر دولة كبيرة. طيب أستاذ عماد، توقيت الحدث ده، يعني إحنا بنطلق المشروع القومي لتنمية الريف المصري وهو المشروع الأكبر في تاريخ مصر ومش موجود زيه في العالم كله، وإنت بتتكلم على تنمية الريف يعني زراعة يعني مية، يعني أنت بتتكلم على تحدي أو أنك تكون يعني تحدي وجودي بهذا الشكل ومصر شغالة في هذا المشروع، والتوقيت زي بقول لحضرتك والقضية بتتناقش في مجلس الأمن برضو، يعني تربط الكلام ده مع بعضه إزاي؟ طبعاً كل السياسة كلها متداخلة. يعني المشهد قراءته البسيطة كان في تعنت أثيوبي مستمر، مصر قدمت كل ما من شأنه إثبات حسن نياتها ورغبتها في التعاون والسلام، والطرف الثاني أصر على الاستكبار والتحدي، مجلس الأمن للأسف المردود فيه كان سيء جدا. فبالتالي أنت عندك مشروع جبار للتنمية، وهذا المشروع جزء منه معتمد أساسا، مصر يعني زراعتها وصناعتها معتمد على النيل، بدون ضمان تدفق هذه المياه بالشكل اللي احنا من يوم ما مصر أقدم دولة في التاريخ، مصر بقت أقدم دولة مركزية على فكرة بسبب النيل، لأن هي قدرتها على تنظيم شؤون النهر هو ده اللي خلى مصر دولة مركزية. ما في دول تانية كتير حوض النيل فشلت أن تعمل ده. مصر إنها نجحت من أيام يعني أنا ما أعرفش الفراعنة بس ولا قبل الفراعنة كمان، بس هي الدولة التي استطاعت تنظيم شؤون النهر وتدفقه وضبطه وإقامة الاحتفالات لأعياد المصريين واحتفالاته مرتبطة بالنيل، مواقيت مرتبطة بالمية حتى بالضبط. فبالتالي عدم يعني الصيغة دي لو اتأثرت أو حد عبث بها هتبقى في مشكلة كبيرة. هتعمل ده ازاي وانت مش مطمن؟ بالضبط. فبالتالي المشروع المهضوم بتاعك كله لو انت يعني كل جهد ده لا قدر الله ممكن يتم يعني يفقد او يتأثر بدون ده، وده كمان مؤثر على صورتنا، لانه المشروع الاثيوبي للاسف الشديد هو مشروع مناقض للمشروع المصري بالشكل الحالي، هو مشروع يريد الهيمنة والسيطرة مش بس يولد كهرباء، لانه توليد الكهرباء ثبت ان مصر من سنة 47 قدمت مشروع الأثيوبة تعمل لهم سد على النيل عند مدخل بحيرة تانا، تعالوا هنولد لكم الكهرباء، رفضوا، هم عايزين مشروع هم يتحكموا فيه في مصر. فبالتالي الصيغة دي كلها بدأت تتضح أكتر خصوصا بعد جلسة مجلس الأمن. من أجل هذا المشهد الناس بدأت تشعر بقلق شديد، كل الناس بدأت تحسب، حتى تأثير ده ممكن تشوفيه في البورصة في حاجات كتيرة جدا، أحاديث الناس اليومية بتحسب كل يوم ما بعد الملء التاني. طبعا أحاديث الناس اليومية مش بس الملء التاني، بالمناسبة الملء التاني والتالت مش هو القضية المحورية، لأنه ما ممكن أثيوبيا نظريا تملى السد كله بدون ما تأثر على حصة مصر. المشكلة الحقيقية هو أن يتحول هذا السد إلى محبس وأداة للتأثير والهيمنة على مصر. فبالتالي ده اللي احنا مش هنقدر نتحمله ولا أي حد يقدر يتحمله. الصيغه دي كلها هذا الشعور او هذا المشهد اللي راح للمواطن العادي والمثقف والمتابع وغير المتابع، فبدات الناس كلها تتكلم، فبدا منسوب القلق يزيد. فكان من الطبيعي انه السيد الرئيس والرئيس ماهر جدا في هذه المساله، في كل النقط الصعبه اللي كانت بتمر بها مصر احداث كبرى وحاجات كان يتدخل في الوقت المناسب وينزع الاسباب التي تؤدي الى ذلك. الحدث اصلا من اجل حياه كريمه واطلاق هذه المبادره الاجتماعيه المهمه اللي هي واحده من اهم مشروعات القوميه الحقيقيه، صحيح. لانه ان شاء الله اذا اكتملت بالصوره اللي بيتحدث عنها السيد الرئيس والدكتور مصطفى مدبولة ستغير وجه الحياه في مصر كامله. لكن في النهايه الناس مش بس كانوا عايزين حياه كريمه، كان عايز يسمع تحديدا العشر دقائق اللي ارتجل فيهم السيد الرئيس وقال الكلام بتاعه الخاص بسد النهضه. فبالتالي هذا سبب اساسي يخلي الناس كانت ليه هي شعرت بالقلق؟ ليه هي استريحت بعد هذا الكلام؟ ليه التوقيت ده؟ احنا يعني القلق زاد اكتر بعد مجلس الامن. احنا داخلين على اجازه عيد، الناس مروحه وقاعده وبتاع، فانت عايزه يعني تديهم عامل يطمئنهم. بس كمان خطوه اللجوء لمجلس الامن كان الرئيس حريص انه يشرح انه الكلام ده ما جاش يعني في معنى اعتباطا او غير مرتب ليه، انه دي كانت خطوه من الخطوات احنا حاسبينها وعارفين هنعملها امتى. مجلس الامن مهم جدا ان احنا كنا نروح على فكره، محدش كان اي حد متابع للمشهد الدولي كان عارف لحد كبير انه الصوره مش هتختلف كثير عما حدث. للاسف الاثيوبيين الى حد ما متفوقين شويه بره. في جزء تاني دول قوى كبرى مش حبا في الصين لان عندها مشاكل في الانهار بتاعتها تشبه مساله سد النهضه، لو انها
يعني انحازت الى الموقف الصح اللي هو الموقف المصري، هتبقى مطالبه انها تطبق، والصين نموذج بارع في ودي النبره اللي عزفت على اثيوبيا، وفي دول ثانيه بتسعى الى مناكفه امريكا في القرن الافريقي زي روسيا، في قصص كثيره. لكن احنا رحنا عشان نقطه مهمه، ان انت يعني بالتعبير البلدي كده بتستفي ورقك كمان، ان انت بتقولي للناس يا اخوانا احنا جينا وبنقول لكم نمد يدنا بالسلام، ما يحدث في اثيوبيا من اثيوبيا هو يهدد السلم والامن الدوليين، ودي احد اختصاصات الرئيسيه لمجلس الامن. فبالتالي تحركوا، لان احنا عند لحظه معينه مش هنقدر نتوقف، او يعني مش هنسيب حقنا يضيع واحنا شايفينه. فكان مهم حتى مهما حدث، مهم جدا ان انت تروح لكل الدول الافريقيه، مهم جدا ان انت تروح للجامعه العربيه وتعمل اجتماع مهم، مهم تروح للدول المؤثره في الاقليم او بره الاقليم عشان انت بتعرض القضيه. طبعا كنت اتمنى ان ده يكون بدر شويه، لانه الوقت اثيوبيا بتحاول تشتري وقت طول الوقت، يعني بتشتري المماطله. لكن في النهايه لا يصح الا الصحيح. مصر بالمناسبه هذه قصه النزاع مع اثيوبيا على مياه النيل ليس جديدا، منذ يعني هقول لحضرتك ايه، الاستاذ هيكل كشف في حوار مهم جدا مع الاستاذ لميس الحديدي حلقاته قبل ان يتوفى مباشره، على انه بعد الحروب الصليبيه بعض ملوك اوروبا والبابوات راحوا لاثيوبيا لملك اثيوبيا او حاكم اثيوبيا في ذلك الوقت عشان يدرسوا تحويل مجرى نهر النيل بدل ما يصب في البحر المتوسط يصب في المحيط الاطلنطي عقابا على التصدي المصري للحروب الصليبيه. فالافكار كانت موجوده، مشكلتنا مع القدماء المصريين كتير موجوده. فبالتالي يعني انا عايز ادلل بس انه هذه القضيه ليست وليده الساعه، ولا مشكله الحكومه دي ولا الحكومه اللي قبلها ولا اللي قبل قبلها، هي تراكم وفيها قانون القوه. طالما انت قويه، طالما انت مد ايدك للناس بقوه وواجه الناس. عايزه اروح بالمفهوم ده لسياده العميد، مفهوم القوه الشامله للدوله المصريه اللي تحدث عنها السيد الرئيس، ان مصر تمتلك من الادوات السياسيه والاقتصاديه والعسكريه انها تنفذ ارادتها. فكلمني عن ده برضو، واحنا يمكن حضرتك واستاذ عماد اتكلمتوا على الرسائل دي للداخل المصريين وازاي بيستقبلوها، لكن للخارج سياده العميد، البعض شافها انه الانذار الاخير او الفرصه الاخيره، انه لما رئيس يقول شاء من شاء وابى من ابى، دي رساله واضحه ومباشره للي كان يعني بينازع مصر في حقها. اتفضل. ده صحيح، يعني الحقيقه كلمات قويه جدا، وكلمات ربما يعني ما اذيع من دقائق. هو تلخيص مهم جدا، تلخيص مهم، لان الرئيس هنا كان بيتحدث للمجتمع الدولي. الدوله المصريه لديها مشروع تنموي حقيقي، مشروع تنموي كبير، بيضع امام ما تدعيه اثيوبيا بان سد النهضه هو سد للتنميه وللنهضه وغيره. الامر ليس خاليا في مصر، لا، الدوله كلها. عشان كده بقول لحضرتك، وهنا حضرتك كنت بتسالي من دقيقه على التوقيت وعلى المناسبه وعلى اللوكيشن اللي احنا كنا قاعدين فيه. صحيح. بنتفرج على ايه؟ بنتفرج على اكبر مشروع تنميه موجود ربما في العالم في اللحظة الراهنة، من المشروعات الكبرى اللي هتسجل في التاريخ. فالرئيس قاصد انه يتحدث عن قضية من هذه القضايا المصيرية والوجودية قدام هذا المشروع. وهذا الشرح كل سفراء الدول الأجنبية كانوا حاضرين بالمناسبة، بيتابعوا، شايفين، بيسمعوا أرقام، بيسمعوا كم الأجهزة التنفيذية والتطوع والمشاركين والكلام ده، ورجال أعمال ومنظمات مجتمع، مشروع مصر كلها فشاء من شاء وأبى من أبى، موجهة إلى أن الدولة المصرية لن تسمح بالمساس بهذا المشروع، لأنه ده مشروع الناس بتاعها، مشروع الشعب، معمول الدولة خططته وحشدت ليه كل هذه القوة من أجل حياة كريمة لشعبها. ده هدف أسمى. الرئيس وهو بيكلم العالم بيقول أنا ما بقاش موجود والجيش ما يبقاش موجود، لأنه هنا بيحافظ على، مش عايز أقول يعني، الوجدان الشعبي فعلا، وبيمس الوجدان الشعبي، بيقول للعالم كله أن أنا ورايا الشغل ده، مش هسمح لحد أن هو يمس ولا يقترب من مقدرات هذا الشعب. الشعب ده يحق لي أنه يعيش حياة كريمة، والدولة مسخرة جهدها كله وحتى كل تمويلها وحتى كل دخلها في هذا المشروع. وتحدث دكتور محمود محي الدين، وكانت الحقيقة من اللقطات المهمة جدا صندوق النقد، قد إيه
صندوق النقد الدولي يشوف مشروع عملاق مثل هذا تنمية مستدامة مشروع وفي قدر من التطور فعلا انه داخل في مساحات من التنمية المستدامة ينقل وجه مصر نقلة متقدمة. طيب مع هرجع لك يا سيادة العميد تكمل كلام حضرتك بعد الفاصل اجباري ونرجع مرة تانية ونرجع لسيادة العميد ونتكلم كمان على المجتمع الدولي وازاي استقبل هذه الرسائل بعد الفاصل ان شاء الله. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، الحضور الكرام، أقف متحدثا إليكم اليوم في لحظة يمتزج في نفسي مزيج من السعادة والفخر. كانت التحديات كبيرة ولكنها أبدا لم تكن أكبر أو أقوى من إرادتنا على مواجهتها. وما بين مدن جديدة تتسع لكافة المصريين في كل ربوع الوطن وإسكان اجتماعي يوفر المسكن الملائم لشبابنا للمناطق الخطرة وغير الآمنة للقضاء على العشوائيات، وإنني أعلن اليوم انطلاق هذا المشروع الطموح مستعيناً على تنفيذه بالله وبثقتي في قدرات المصريين دولة وشعباً، فإنني أعتبره تدشيناً للجمهورية الجديدة، كما أنني أود أن أعبر عن عظيم امتناني للشعب المصري العظيم على كل ما بذله من جهود وما قدمه من تضحيات لنقف اليوم آمنين مطمئنين سعياً للبناء والتطوير والتنمية. بجدد التحية لحضراتكم مرة تانية وبجدد التحية لضيوفي الكاتب الصحفي الكبير عضو مجلس الشيوخ أستاذ عماد الدين حسين، أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ عماد، وسيادة العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. وكانت الكلمة مع حضرتك سيادة العميد قبل الفاصل لما كنا بنتكلم عن المجتمع الدولي وإزاي يستقبل هذه الرسائل وتوقيتها. اتفضل يا فندم. أظن أنه استقبلها على وجهها الصحيح. شاء من شاء وأبى من أبى، هذه الجملة أعتقد أنها موجهة إلى القوى الدولية المختلفة. الخطوط الحمراء أنا أظنها أنها موضوعة في جانب منها للدولة الأثيوبية كي تنظر إلى مصر وإلى متطلباتها ومقدراتها نظرة صحيحة وواقعية، وجانب آخر من هذا الخط الأحمر أعتقد أنه هو أيضا موجه للمجتمع الدولي، أن الدولة المصرية وهي واقفة تتحدث على لسان رئيسها أعتقد لن تسمح بأن تكون مثل هذه القضايا نهبا للمنافسات الدولية، وأن احنا مش هنضيع الحقوق المصرية، وده أمر السيد الرئيس كرره أكثر من مرة. قد يكون بعض تفصيل من هذا الحديث هو ما لم يرد السيد الرئيس أن يدخل فيه، لكن إحنا كمحللين نقرأ المشهد. الذهاب إلى مجلس الأمن ومجابهة هذه القوة في عقر دارها والحديث بهذا الخطاب المصري القوي على لسان وزير الخارجية المصري هو كان موجه للمجتمع الدولي، إن إحنا المنافسات الدولية ما بين القوى الكبرى والتنافسات في منطقة القرن الأفريقي أو في وسط أفريقيا أو في دولة بعينها وغيره، إن مصر ومقدراتها وقضاياها الوجودية لن تسمح بأن تكون في هذا الملعب. لا، مصر قادرة، وهنا نرجع للقوى الشاملة وللمكانة. هقول لحضرتك وهنا أنت بتبني قوة شاملة وبتبني مكانة دولية. والسيد الرئيس أما أكد إن مكانتنا الدولية هي اللي هتعطينا القدرة على إنفاذ إرادتنا. إن إحنا نخش نرتب مع القوى الدولية إن لا يجور أحد على حقوقنا ولا يهددها ولا يعطلها. أنا ما عنديش أي أزمة في تنمية أي من الأطراف، وما عنديش أي أزمة طالما هو بعيد عن المساس بقضايا الأمن القومي المصري. كل ده أنا باخد كلمات أهي من السيد الرئيس جاءت صراحة وبوضوح. طالما أنت بعيد عن أنك تمس بقضايا الأمن القومي المصري صراحة، تفضل واعمل التنافس ده بعيد عني، من ولايات متحدة، من صين، من روسيا، من أطراف، من ناس ليها مصالح، من ناس ليها استثمارات، من أيا كان الأمر. لكن أنا دخلت في قضايا مشابهة ونجحت فيها
بصناعة هذه المكانة. وفرض الخط الأحمر قبل كده كان فيه تجربة بالزبط. وشفناها ومحدش قدر يتجاوزها بالظبط. وهنا أنا هقول مثل واحد إن في ليبيا ما كناش اللاعب الوحيد، لا ده احنا كنا داخلين في عرين الأسود، كنا بنتكلم مع 6 أو 7 أطراف بيتصارعوا على ليبيا بشكل شرس، منها أطراف دولية ومنها أطراف عربية ومنها أطراف إقليمية موجودين. وفي لحظة ما عندما بدأ الأمر سيمس فعلا دوائر أمننا المباشرة كان الخط الأحمر بالظبط. وكنت انت بقى في الوقت ده خط أحمر قدرتي تفعليه على الأرض بمكانتك الدولية من دون أن تتكلفي رصاصة واحدة، وقدرت تعمل مسار سياسي في ليبيا وأعززه وأكده وأفرض وقف إطلاق نار مستمر حتى هذه اللحظة. هي دي المكانة وهي دي إنفاذ الإرادة، هو ده النموذج. مصر عايزة تروح قضية سد النهضة بنفس هذه الأدوات، وبتشتغل على ذات الأمر، وده حديث بنحاول نستخلص مما كان يريد السيد الرئيس قوله للشعب المصري، ان القوى الصلبه هي اللي فرضت الخط الاحمر في ليبيا، هي اللي نقلت الازمه الليبيه الى افاق الحل. القوى الصلبه حضرتك تقصد بيها القوى العسكريه؟ القوى العسكريه، لكن المفهوم الاوسع بقى بشكل عام. ما انا عايز ارجع للمفهوم الاوسع للقوى الشامله، دوله مصريه سياسيا اقتصاديا عسكريا، وهنا تدشين الجمهوريه الجديده. استاذ عماد، ما القوى الشامله الناس كثيره برضو مفهوم القوه بينصرف فقط لديهم عند القوى العسكريه. القوى العسكريه جزء من القوى الشامله. القوة الشاملة بما فيها قوتك الثقافية، قوتك الناعمة، قوتك الاقتصادية، قوتك الاجتماعية، التماسك الداخلي بتاع المجتمع بتاعك، ده جزء من القوة الشاملة. قوة اقتصادك، اقتصاد طبعا في الأساس، تجارتك، تأثير علاقاتك، نفوذك السياسي، نفوذك الكروي، مكانتك الفنية، حاجات كتيرة جدا شاملة بنسميها القوة الشاملة كلها. مجموع مواردك، قدرتك على تقديم حياة كريمة للناس، ماشي. ده في النهاية بيترجم إلى مكانة، اللي بيخلي دولة زي أمريكا على سبيل المثال ما بتدخلش معارك كتيرة جدا، لكن تفرض رؤيتها اللي بتعمله الصين دلوقتي. الصين يعني ظلت تجاهد وتعمل لحد ما وصلت إلى مرحلة عاملة قلق للغرب وكله الولايات المتحدة، لأن أنت عملتي قاعدة كبيرة جدا من التصنيع والتجارة والتقدم والتنمية والبناء، وبيت أهم دولة مصدرة. فأنت في مصر لما المثال اللي اتكلم عليه سياده العميد فيما يتعلق بليبيا، القوى التي كانت تتصارع في ليبيا قبل الخط الاحمر يعني كانت ايه مستهتره بينا، مش واخده بالها ان في لاعب مهم جدا اسمه اللاعب المصري، او ان هو ده يعني المفروض اللاعب الرئيسي، ان ليبيا هي اكثر دوله تؤثر في امن مصر بحكم الديره وبحكم 1200 كيلو متر من الحدود وبحكم التطرف اللي كان موجود فيها. لما مصر اتحركت واتكلمت الجميع انتبه، ولذلك كان الصوره اتقلبت بعدها وبدانا نخش مسار سياسي، رغم انه احنا لو نتذكر تركيا كانت في اقصى درجات قوتها في هذا الوقت، دخلت بقوتها، الكلام حوالين ان هي خلصت، انتصروا في طرابلس وبداوا يزحفوا على سرت وكانوا يقتربون من الشرق الليبي. انت لما اتكلمتي الجميع اكتشف انه في حد مهم اسمه مصر. النتيجه بعدها ايه؟ نقدر نشوف المحاولات التركية مع مصر. هو ايه اللي يخلي الناس تعمل كده غير ان انتوا في حساب لغة حقيقي، لغة القوة، انه في حد عنده، وفي حاجات طبعا ما بتتقالش كتير. فبالتالي العبارة اللي قالها السيد الرئيس بتاعت شاء من شاء، لا العبارة ان انا في حاجات مش هقولها، ما هي دي رسالة بحد ذاتها يعني. هي لازم احسب كلامي كويس. أيوة يعني هي هو ما قالش، هو ما قالش العبارة، ما قالش ايه هو، لكن المضمون بتاعها المفروض يفهمه من يراد لها ان يفهم. يعني النقطة القوية، كل ما انت قوية العلاقات الدولية لا بتعترف بحكاية الحقوق ولا الضمير ولا الأخلاق، العالم لا يقام على قواعد أخلاقية للأسف، كنا نتمنى أن يكون كذلك، لكن العلاقات الدولية قائمة على قوتك، قدرتك على التأثير، قدرتك على التحرك، قدرتك على إنفاذ إرادتك. هو ده اللي يعني انخراطك برضو في ازمات المنطقه ويتم الاشاده بيك من المجتمع الدولي انك بقى ليك ثقل وليك رؤيه سياسيه. اللي حصل بالنسبه لغزه وان مصر كانت الوحيده والله ما رضيتش اقطع استاذ عماد الحقيقه، وكنت هقول الجزء اللي حضرتك بتشيري اليه اضافه لكل ما ذكره في القوى الشامله،
وسبقة الأعمال بقى. أيوة. سبقة الإنجاز، وهي دي اللي بتصنع المكانة. لأن أنت بتقابلي المجتمع الدولي وأنت قد إيه كان أدائك رشيد وعلى درجة عالية جدا بالزبط. من الكياسة ومن الرشد ومن تصرفات دولة إقليمية كبرى في ليبيا، قلنا من غير عسكري واحد، من غير طلقة واحدة زي ما حضرتك قلتي، ومباشرة بعديها غزة والطلاع بدور إنساني وسياسي وأمني هايل أشاد به الجميع. هي دي صناعة المكانة الحقيقية، مكانة تخلي أن مصر تدخل ملف تمسكه تحل مشاكله ترتب الأوضاع تشوف النواقص فيه وتكون مبادرة وموجودة جوه هذا الملف، مفيش أطماع مفيش تدخل في شؤون الآخرين، والقرين بتاع الكلمة على طول إن ومع ذلك أنا لا أسمح بأن حد يتدخل في شؤوني ولا يمس قضاياي المصيرية. هي المكانة بتصنع بمثل هذا الشكل من الأداءات، وهي دي رمانة ميزان حقيقي. الدولة المصرية جعلت من نفسها رمانة حقيقية لميزان الاتزان في المنطقة وفي الإقليم. ده أمر احنا مش عايزين نخسره حتى واحنا بنحل مشكلة سد الأثيوبي، لان وهي دي دقة المشكلة بالمناسبة، وهو ده برضو من هوامش ذهابنا الى مجلس الامن، ان احنا رايحين نتكلم مع الاطراف الدولية بلغة الكبرى. السياسة وبلغة بلغة السياسة طبعا. وبلغة طرح الحقوق وتقديم كشف حساب لكل السنوات اللي مضت احنا قدمنا ايه والتقصير كان فين وخلافه، الاشاره الى ان انا منتبه وان انا شايف ده من اللي ما اتقالش. انا شايف الدوله المصريه شايفه بعنايه ما يجري في كل متر ارض في منطقه القرن الافريقي كله، مش اثيوبيا وحدها. تحالفات وشراكات استراتيجيه بتتم في دول الطوق حوالين اثيوبيا وفي بعض من نقاط الارتكاز الاخرى. هنا انا بتحرك في مجالي الحيوي بامنه وبشتغل عليه وبطور من علاقاتي، وده امر انا بكسب مساحات من الارض، مش عايز يعني اشوش على هذه المكانه اللي بتصنع بدأب وبكياسه وبخطوه خطوه وبخطوات مدروسه ومحسوبه وتذهب في مكانها الصحيح. دي ملابسات المشهد المصري اللي هو النهارده بيقف رئيس مصر يعبر عنه، اللي هو ايه انا بعمل ده كله هقولك باللغه الدارجه بهدوء وبطولة بال، وانا شايف الموقف مفيش انفعال، برشد في تصرفاتي. فالبعض بالزبط. ممكن يقول لك إيه هي دي قله حيله او مفيش خيارات، لا انه مرتب دارس عارف صحيح. بتحرك ازاي الواثق واللي انجز واللي خلص يقف بهذه الاريحيه اللي السيد الرئيس كان واقف بيها. أيوه. للحد ان هو يضحك مع الجمهور المصري ومع الراي العام المصري وينقل لي رساله ارتياح حقيقي وينقل لي اطمئنان ان ده دي كانت ان دوله بالظبط دوله واقفه انا شايف مرتاح. الكلام ده مرتاح وواثقه وبتنقل الانطباع ده للناس انا مش في ازمه بالمناسبه. وزي ما استاذ عماد قال من دقايق، القصه مش المالي الثاني على الاطلاق. القصه مش اللي بعدها والسنه اللي بعدها والسنه، لا انا بتكلم في 5 سنوات قادمه وعشر سنوات قادمه، انا ببني بنى اكبر. ده احنا المشروع الحياه كريمه أكبر مشروع لتطوير حياة المصريين بيخصص ليه من قبل الدولة 700 مليار جنيه. ده استثمار هائل وعوائد هائلة. الكلام دوت أنا بعمله لإيه؟ برضو للمكانة. وبعمله وأنا بهيئ له الأرضية المناسبة من السلم ومن الأمن ومن الإنجاز على كل المستويات عشان اعرف اوصل بال 700 مليار دول حتى النهايه. تمام. طب انا عايز اخد من الجزء حضرتك اتكلمت فيه يعني ضحك الريس مع الناس ورساله الهدوء اللي احنا شفناها والطمانينه دي، البعد الانساني يا استاذ عماد والتواصل والمقاربه اللي بيعملها السيد الرئيس. يعني اولا من ساعه لما في اخر كلامه لما قالك انا هشرح لكم الموضوع ببساطه اللي هو احنا عملنا معاهم وكذا وكذا وكذا، وصولا للتواصل مع الناس وتفاعلهم معاه. هو الرئيس اظن يعني اي متابع ليه من زمان بيكتشف ان هو عنده قدره حقيقيه على التواصل الطيب والجيد والسريع مع الناس. وفي معظم خطاباته يعني كان دايما بعد لو في خطاب رسمي كان بيرتجل. واحيانا كان بيرتجل فقط مش بيتكلم من خطاب رسمي لانه بيرى انه في ده يعني اسرع وسيله لتوصيل المعلومه او القصه بيوصل، لانه انت محتاجه الخطاب المكتوب في لحظات
بيوصل ممكن للمثقف او المتابع، لكن لفئات داعمه في لحظات للعموم. انت بتوصلي لعموم الناس كلها بطريقه واضحه فهو الرئيس للامانه يعني واضح في دي وبيوصل. الجزء الثاني الحاجات اللي اتعملت حتى في اليوم ده يوم الخميس على سبيل المثال، لما انت بتكثفي الجزء من الناس اللي ظهروا، النماذج الانسانيه اللي الرئيس قابلها في خلال الست سبع سنوات او اللي كانت جزء من مؤتمرات الشباب. ايوه من اول الشاب ياسين، من الست بتاعت الموتوسيكل، نماذج كتيره جدا. الراجل حاجه ممتازه جدا انك تجيب الراجل الذي صفع في قطار منوف محمد رشاد، ما هذه حاجات يعني تاثير القصه دي كانت عامله قلق شديد، تفاعل كتير جدا على السوشيال ميديا. فانت لما تجيبيه ايه الرساله؟ انه الدوله المصريه لا تقبل ما حدث، ان الدوله المصريه منحازه لا ومتابعه ومتابعه يعني حدث حاجه على السوشيال ميديا كده، رئيس الجمهوريه بيستقبل انه منحازه لحق الانسان ده، حق المواطن البسيط اللي اتضرب بغض النظر هو غلطان وانا مش غلطان، هي بتكلم على السلوك. فدي رسائل قد تبدو بسيطه لكن هي بالفعل عميقه جدا. النقطه بس اللي انا عايز اضيفها في الكلام سياده العميد، احنا النهارده بالصدفه واحنا بنتكلم وزير الري المصري محمد ابو عاطي راجع من الكونغو، كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل بيفتتح مركز التنبؤ بالامطار، وده مشروع مهم جدا. الكونغو من الدول بالمناسبه المهمه جدا في حوض النيل، واحد الدول التي لم توقع على اتفاقيه عنتيبه حتى الان مع السودان. احنا عملنا الرئيس راح جيبوتي، اول زياره رئيس مصري لجيبوتي على الاطلاق. عملنا اتفاقات، علاقتنا مع جنوب السودان زي ممتازه. وزير الري جنوب السوداني موجود في القاهره من يوم الخميس، وفي كلام عن تعاون كتير جدا. عملنا اتفاقات كانت في جنوب السودان، واكبر معرض للمنتجات المصريه موجود في جوبا النهارده، علاقتنا مع السودان ممتازه. دي يعني الشراكات حلوه كنت بتكلم عنها من شويه. عملنا مع رواندا على ما اظن اتفاق تعاون عسكري، ومع اوغندا من حوالي شهرين، ومع كينيا. فبالتالي المفهوم اللي بتكلم عليه سيادة الرئيس ان انت في جزء مهم جدا برضو الناس تفهمه، القصه مش بس عضلات وحروب عسكريه، ان انت برضو دي قاره افريقيا اللي هي الامتداد الطبيعي ليك، فانت من مصلحتك ان ما استطيع ان انا اكسبه بالود وبالتعاون هو الافضل، لان مش محتاج فمهم جدا. وانا بواجه اثيوبيا وبواجه تعاملتها، الرئيس كان حريص ان بيقول يا شقة في اثيوبيا، وده شيء مهم، لأننا مهم جدا أن نفصل بين سلوك القيادة الأثيوبية المتعنت والمراوغ وبين الشعب الأثيوبي اللي هو الجغرافيا بتحكم علينا أن احنا نتعامل معه منذ قامة القيامة، منذ بدأت الحياة وحتى تقوم الساعة. مهم جدا، ومهم جدا أن انت علاقتك تنميها مع الأفارقة. احنا أهدرنا وقت طويل للأسف الشديد في الثمانينات والتسعينات لما سبنا أفريقيا، بغض النظر عن الأسباب كانت صح ولا غلط، بس سيبنا افريقيا وبعدنا عنهم نفسيا وسياسيا وحاجات كتيره، وولينا وجهنا شطر الشمال. فبالتالي احنا البناء اللي بيتعمل ده في جهد بيتعمل لاستعاده افريقيا والعوده لافريقيا، وعايزه تعيدي بناء، لانه انا ما ينفعش اعيش على فقط التراث بتاع الستينات الخمسينات والستينات، كان حاجه عظيمه جدا، بس المسرح اتغير والدنيا اتغيرت والاحلام اتغيرت والاهتمامات. زمان لما كنت تبعتي لمؤاخذة كراكة تنظف، يعني تعمل حاجات تنظف المية والحاجات دي، كان شيء عظيم. دلوقتي هم عايزين بعثات، عايزين استثمارات، عايزين فلوس، الدنيا اتغيرت. فلازم تشوفي الناس عايزين ايه، وايه هي الحاجات الاكثر الحاحا، وايه الحاجات اللي تخلينا نستعيد وجودنا وتأثيرنا، لان هو ده الاساس. مشكلة سد النهضة ان اجلا او عاجلا ستحل بشكل او باخر، لكن ما سيبقى هو تأسيس علاقات طيبة ومستدامة مع الأفارقة قائمة على تبادل المصالح. طيب عايزة برد عليه حضرتك في المسألة دي، محور العلاقات المصرية الخارجية سواء الإفريقية أو الدولية والتوازن والتنوع الحقيقة، ولا شرقا ولا غربا، إزاي قادر تعمل المعادلة الصعبة دي؟ صناعة قوة شاملة حقيقية، وكي أصل بالدولة المصرية أن تكون رقم مهم في الإقليم لابد أن يكون أدائي على هذا المستوى على هذا القدر من النشاط. ونرجع هنا بالذاكرة لعامين فقط أثناء تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وأداء استثنائي وأداء مختلف تماما وأداء تصحيحي كما أشار الأستاذ عماد، بتصححي بيه حقبة أو حقبتين كاملتين كان الأمر متراجع والعلاقات وأجيال جديدة جت. أجيال جديدة جت عايزة تقابل وجه مصري جديد، شافته بقى، شافت الوجه المصري الجديد أثناء رئاسة مصر في الاتحاد الأفريقي، والدولة كلها بتبذل والقيادة السياسية بنفسها بالمناسبة، وده كان إدراك ووعي استراتيجي
نادر بان استثمر العامين دول في ان انا اصنع صوره فارقه. النهارده اصبح لا لينا حلفاء ولينا شركاء في القاره الافريقيه، ما كانوش موجودين في 2010 وما قبلها، النهارده لا عندنا حلفاء وعندنا ارتكازات مهمه جدا جدا، وصنعنا جسور من الثقه ومن العمل المشترك اللي يعزز من المكانه اللي احنا قاعدين نتحدث عنها منذ قليل. علاقات مع القوى الدوليه الكبرى، علاقات متوازنه جدا، قائمه على مصالح مشتركه، قائمه على درجه من درجات الشفافيه في مغزى هذه العلاقات. انا بتحدث مع الولايات المتحده الامريكيه بلهجتها، مع الاطراف الاخرى بلهجتها، عندي شراكه مع الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي وصل له مشكلاتي وقلقي ومهدداتي، عشان كده طلع ببيان مهم جدا في اثناء تفاصيل عرض قضيه سد النهضه، وبعد هو زيارة ده وزير الخارجية لبروكسل كمان بالظبط. هو هي دي المسارات الحقيقية، وهي دي الدوائر اللي أنا بتحرك طيب فيها. طيب وإحنا بنختم في تعليق أخير بقى من حضرتك، اتفضل. تعليق أخير، أنا وصلني رسالة الاطمئنان زي المصريين كلهم. أنا عندي ثقة كبيرة جدا في أن الدولة المصرية كما أشار السيد الرئيس عندها خيارات متعددة، لكنها تنحاز إلى خيار السلام والنمو والشراكة والنهضة. مصر وراها مشروع كبير جدا لا تريد أن تعطله بأي شيء، ولن تقبل أن يهدد بأي شكل من الأشكال. أتفق مع قالوا سيادة العميد تماما، وواثق تماما أنه في النهاية إن شاء الله يعني حقنا مش هيضيع، و يعني إن شاء الله مش هيحدث حاجة سيئة. الثقة والطمأنينة والأجواء الإيجابية اللي شفناها شرط إن احنا مستمرين بالأداء اللي بيقوله سيادة العميد، يعني لأنه ما فيش حاجة بتتم بالدور بس، الأدوار بتيجي بنضال بثمن بتدفعيه بحاجات، فبالتالي لازم نستمر في هذا الأداء. لو كان عندنا أخطاء وقعنا فيها نصلحها، نشوف احنا اتعثرنا فيه ونصلحه، وده مش عيب خالص، وأنا واثق إن احنا هننتصر في النهاية إن شاء الله. إن شاء الله معركتنا معركة يعني شريفة، وقضيتنا قضية عادلة، والحقيقه يعني كلام السيد الرئيس اللي تابعناه واللي يعني كان له التاثير الايجابي الكبير اللي شفناها في انطباعات ومشاعر المصريين، سواء في استاد القاهره، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء في البيوت والناس وهي بتتكلم، التواصل والقرب الانساني ده، وانه يكون في المصارحه والمكاشفه، واحنا نبقى فاهمين بلدنا بتشتغل ازاي ايه، وازاي مخططه ومرتبه ودارسه كل الاحتمالات وتقدير الظروف وتقدير الموقف، زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي انه دي معركه وجوديه، واحنا بلد كبيره وبلد عظيمه، والمصريين ليهم تاريخ وليهم حاضر ومستقبل ان شاء الله، زي ما قال الاستاذ عماد وزي ما اكد سياده العميد، انه لا بوحده المصريين، والرئيس فتح قال لك كل حاجه عملناها واحنا مع بعض، كل شغل اتحقق على الارض اتحقق واحنا مع بعض، اي ازمه بنعدي بيها وبنطلع منها على خير، ده بيكون بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، بوجود المصريين قلبا وقالبا مع قيادته ومع دولته واجهزه دولته والمؤسسات، اللي بالتاكيد زي بقول انه لا تفريط، وده الجزء اللي اتكلم فيه السيد الرئيس اكتر من مره. ربنا ينصر مصر في قضيتها وفي كل المجالات ان شاء الله. بشكركم شكرا جزيلا، وبشكر ضيوفي سياده العميد خالد عكاشه واستاذ عماد الدين حسين. لبست الماسك بسرعه كده. لا طاوع على استاذ عماد يا دوب خلص الكلمتين بس حلو. بشكر حضراتكم واشوفكم بكره ان شاء الله.